أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا من لحيته، لا من طولها ولا من عرضها. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.